دكتور، بالنسبة لمسألة التضخم وهو يعني ما جاء طبعا بطبيعة الحال مسألة رفع سعر الفائدة الفيدرالي الأمريكي، وكما حضرتك ذكرت هي مسألة تؤثر على أسعار الفائدة في العالم كله بما فيها هذه المنطقة، وسبب من الأسباب الرئيسية هو سحب الأموال من الناس حتى يتم تجميد أو تقليل من عمليات الشراء في الأسواق للسيطرة على التضخم بشكل أو بآخر، إن كان هذا التعبير دقيق. يعني ما الذي يفعله ارتفاع أسعار الفائدة في أدوات الدين أو أذون الخزانة؟ ده نوع من أنواع الاستثمار اللي الدولة المصرية متدخلة فيه بشكل أو بآخر بنسبة ليست بالقليلة، وتأثرت في المرحلة الماضية مع الأوضاع الأخيرة بالتضخم. هل هناك أي علاقة إيجابية أو سلبية بين ارتفاع أسعار الفائدة وأذون الخزانة أو أدوات الدين الاستثمار فيها؟ يعني بلا شك طبعا مصر هتكون مطالبة بأن هي تتحوط لمثل هذه الأمور، لأنه رفع سعر الفائدة بيلقي طبعا بأثار سلبية على معدلات الديون وخدمة هذه الديون، فبالتالي لابد أن احنا نتحوط لمثل هذه الأمور. يعني خليني برضه أقول لحضرتك أنه ارتفاع سعر الفائدة خاصة من الفيدرالي الأمريكي بيؤدي خاصة إلى نزوح ما يسمى بالهوت ماني أو الأموال الساخنة، ودي الأموال اللي بتيجي تضارب في الأسواق العربية أو الأسواق الناشئة بشكل خاص، وبالتالي حينما ترتفع أسعار الفائدة في منطقة ما هتلاقي حضرتك الأموال دي بتهرب إلى اللي بيحقق ليها معدلات فائدة أعلى، فبالتالي لازم هتكون الحكومة المصرية أو المركز المصري البنك المركزي المصري لابد أنه هيحرك الأمور أيضا وفقا لرؤيته أو وفقا لما يتراءى ليه من معالجة الأمور اللي ممكن نتضرر فيها. خليني برضه أقول لحضرتك ونؤكد مرة أخرى أنه في طبعا ضرر هيلحق بالأسواق الناشئة ومنها مصر فيما يتعلق برفع الفائدة من الجانب البنك المركزي الأمريكي، وبالتالي طبعا هيكون هناك زيادة علينا هنتأثر بيها فيما يتعلق بخدمة الدين اللي المفروض احنا مطالبين. طيب دكتور محمد، يعني دعني أنوه إلى هذا الخبر أنه بالفعل الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة، وهذه تعتبر أكبر زيادة من 22 عام. إذن مرة أخرى رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة من الفيدرالي الأمريكي، تعتبر هذه الزيادة يعني أكبر زيادة منذ 22 عاما. خليني اقول لحضرتك انه يعني هذا الارتفاع غير مسبوق بيشير طبعا لان هناك معدلات من التضخم عاليه جدا في الولايات المتحده الامريكيه، وبالتالي زي ما قلت لحضرتك بنرجع ونقول ان كل دوله لها حريه التصرف فيما تفعله او فيما تتخذه من قرارات اقتصاديه، ولكن احنا كمصر او كدول عربيه مطالبين على الفور ان احنا نتحرك ونتحوط لمثل هذه القرارات، وخاصه نزوح الاموال اللي هي يعني نقدر نقول عليها اللي هي الاستثمارات غير المباشره ان هي تسيب الاسواق بتاعتنا وتنزح الى هذه الاسواق، فلا بد ان احنا نتخذ اجراءاتنا بشكل سريع جدا، واعتقد انه خلال الساعات القليله القادمه هنلاقي قرارات من البنك المركزي المصري اللي من خلالها نقدر نتحوط زي ما حصل في المره الاولى. القرارات دكتور متعلقة، توقعات طبعا ما زلنا نتحدث، متعلقة مرة أخرى برفع سعر الفائدة في الداخل المصري مرة أخرى؟ يعني احنا طبعا بنتكلم في سياسة نقدية، فبالتالي هنلاقي قرارات البنك المركزي تصب في هذا الإطار، وطبعا يعني هم لديهم يعني من المعلومات أكثر مما يملكه أي خبير، فبالتالي يعني نحاول ان احنا ما نتسرعش، لانه ده يعني عارف حضرتك برضو هذا امر يمس الامن القومي او الامن الاقتصادي القومي، فبالتالي متوقع جدا ان من السياسه الناديه ان احنا قراراتنا تتواكب مع قرارات الفيدرالي الامريكي، وده يعني ده المتوقع يعني.